هيت لك، هذا عرض مباشر، عرض امرأة نفسها على رجل، على شاب، عرض مباشر بالقول، تقول له أنا أريدك، قد هئت لك، قد تجهزت من أجل أن تأتيني. هنالك عرض آخر وهو خطير جدا، وهو موجود اليوم في زمننا بكثرة. المرأة التي لا تتحجب هي تعرض نفسها بطريقة خفية، المرأة التي تلبس لباسا ضيقا خاصة في أمور جسدها، الأماكن التي تجذب الرجل إليها في أمور جسدها، تظهر معالم الجسد، تظهر معالم صدرها وأردافها وأفخاذها. يعني هذه ماذا تقول؟ يعني الذي تقوله أبلغ من كلمة هيت لك يا لطيف، كأنما تقول له تفكر في، كأنها تقول له ألا تشتهيني، استغفر، كلام كبير بس الواقع مر أكثر، الواقع مر أكثر من هذا الكلام الذي أتكلمه. لذلك الحجاب ستر، يدنين عليهن من جلابيبهن، هذا الستر. ليش بنترك الطهارة منروح وراء أمور خطأ 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 كتير كبير.